السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في درس اليوم اللي غنتعرفوا فيه على مصطلحات مهمة باللغة الفرنسية. فمثل هذه الدروس ستساعدكم في إغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. فلنبدأ على بركة الله. يتيم، un orphelin، un orphelin، orphelin. فorphelin F كنكتبوها ب PH، un orphelin كتعني يتيم. تعدد الزوجات، la polygamie، la polygamie، la polygamie. ناكر للجميل، يعني الشخص إذا كان ناكر الجميل أو غير شاكر أو غير ممتن فكيتسمى ingrat، ingrat، ingrat. فانغرا كنكتبوها بالتف اخر الكلمه ولكن لا تنطق. فانغرا بالنسبه للمشكوله او المذكر، والفيمينا او المؤنث فهي انغرات، انغرات، يعني ناكره للجميل. غيور، شخص غيور فهو جالو، جالو، والمؤنث يعني غيوره فهي جالوز، جالوز. والغيره la jalousie، alors شخص غيور فكيتسمى جالو، والغيرة هي la jalousie، la jalousie. خدوم، serviable، serviable، serviable. خدوم كتعني serviable، خدوم بالفرنسية serviable. متفهم، compréhensif، كومبريونسيف، كومبريونسيف. هذا بالنسبه للمذكر او الماسكولين، والفيمينا هي كومبريونسيف، يعني متفهمه هي كومبريونسيف، كومبريونسيف. منافق، هيبوكريت، هيبوكريت، هيبوكريت. والنفاق هو ليبوكريزي، l'hypocrisie، l'hypocrisie. متسامح، indulgent، indulgent. فindulgent كتعني متسامح او متساهل، indulgent. متسامح ممكن نقول ايضا tolérant، tolérant. والتسامح هو la tolérance، la tolérance، la tolérance. حسود، un envieux، envieux، envieux. وبالنسبة للفيمينا أو المؤنث يعني envieux مذكر، مؤنث أو فيمينا une envieuse، envieuse يعني حسودة، envieuse، un envieux، une envieuse. والحسد هو l'envie، l'envie، l'envie. ملعون، maudit، maudit. هنا ايضا maudit كنكتبوها بالتف اخر الكلمه ولكن لا تنطق. فmaudit بالنسبه للمذكر او الماسكولين، والفيمينا او المؤنث هي maudit، maudit، يعني ملعونه، maudit. علماني، لايك، لايك، لايك. والعلمانية هي لا لايسيتي، لا لايسيتي، لا لايسيتي. العقوبة، لا بونيسيون، لا بونيسيون، لا بونيسيون هي العقوبة. سمعة، لا ريبوتاسيون، لا ريبوتاسيون، لا ريبوتاسيون هي السمعة. بالكاد، أبين، أبين، أبين. القيل والقال أو الترترة فهي لو كوميراج، لو كوميراج، لو كوميراج. لا يطاق،
insupportable. 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 توقعات هما les attentes. Les attentes. Les attentes. العزيمة la persévérance. La persévérance. La persévérance. كتعني العزيمة. La persévérance. قانوني légal. Légal. وغير قانوني illégal. Illégal. قانوني légal وغير قانوني يعني العكس نتاعها illégal. مكافأة une prime. Une prime. مكافأة أو منحة. Une prime. تفاهة هي la banalité. La banalité. La banalité. المشاركة هي le partage. Le partage. Le partage. الكرامة la dignité. La dignité. La dignité. الصبر la patience. La patience. La patience. مختلف différent. 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 Iltizam engagement. 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 مأساوي tragique. Tragique. Daruri essentiel. Essentiel. بعناية soigneusement. 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 بعناية كتعني soigneusement. دعوة هي invitation. Une invitation. Une invitation. المعلومات هما les informations. Les informations. وبهذا كنصلوا لنهايه الحصه. تعرفنا فيها على بعض المصطلحات المهمه باللغه الفرنسيه. فكيف قلت في الاول مثل هذه الدروس ستساعدكم في اغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. فما تنساوش تشاركوا الدرس مع اصدقائكم احبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده. وجيم الفيديو او اعجاب فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس. ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله.